تنسي اللي اتفقنا عليه؟ ده معقول يا محمد؟ هي دي حاجه تتنسي؟ وانت نسيتي اهم حاجه. ايه؟ والله يا عالس محمد، حضرتك تديني ميعاد انا ومنى في النادي وتفرقعنا وتيجي تستطرد بمقصوفة الرقبة دي هنا؟ والله العظيم ثلاثة لازم اربيها. ايه هو ده؟ ايه؟ ايه يعني؟ ده رأيي؟ ده بجحتك يا اخي. هو انا قفشتك بتلعبها طاولة؟ انت ناسي انها خطيبتي؟ طب ما انا عارف انها خطيبتي. طب امال بتتلمض ليه؟ افرض يا استاذ حد غيري ظبطكم. اه امك يعني؟ اه كانت بقت وعيكوا سودة على الاقل خالص هتقطم رقبة حبيبتك. اه او تجوزها لي؟ لا يا شيخ. ولما عديلة تتجوز هتتحل عقدتك انت كمان وهتتجوز منى. اه صحيح. تعرف ان امي حلف على المصحف يوم صلاحيه عديله هتروح تخطب لي منى؟ شفت بقى؟ ايه هتقول لامك؟ امي وابويا ده انا عقلي بالدنيا هسوي الهواجل. هي بسيطه يا استاذ، لما اظبط اختي بيبصها راجل دي لازم تتقتل، لازم تتحرق او تتجوز. صح. مبارك. الله يبارك فيك. عقبالكم جميعا. متشكر. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. عقبالك يا حسن. مبروك يا ست عزيزه. مبروك عليك انت يا ست كريمه. تعرفي لو لفيت البلد دي كلها ما تلاقيش ضافر بنت عديله. وابني كمان محمد يا ست عزيزه عريس ما يتقاسش بالذهب. مبروك يا ماما. مبروك يا طنط. الله يبارك فيك يا حبيبي. عقبالك يا سحر. وليلها والنبي. شايفه يا اختي الواد متلعلب على الجواز ازاي؟ انا اصلا مستعجل على الجواز عشان عاوز اجيب لك واحده في البيت تخدمك بعد ما سبتك عديله. الله يرضى عليك. ما تفكرنيش انها هتسيبني. يا الله مالك سنة عليا يا غالي مليك. بقى اللي ما تعيط. الله عايز حاجة يا حسن؟ ألف مبروك يا عديلة. عقبالك يا حسن. الله يبارك فيك. عقبالك يا سيدي. ربنا يتمم بخير. عقبالك يا أولاد. عقبالك يا أولاد. ألف مبروك يا عديلة. والله فرحت لك خالص يا عديلة. يا سلام عليك يا عديلة. أموت فيك يا عديلة. كبسة. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما. خلاص. إيه يا ماما؟ خلاص. كتبوا كتابك يا حبيبتي. وانت في حاجه ثانيه يا ماما؟ دي دموع الفرح اصلها عزيز عليها قوي فراقك. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وهنا يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. لا يا حبيبتي انت دلوقتي بالك امين. الله. وانا قاعد في وسط البلد بتعمل ايه؟ كنت بقول لعادينا مبروك. اصل منى. مالها منى يا واد؟ مامتها بتسال عليها بره. هي ماما جت؟ جت بره. طب عندي موقف. منى. ايوه. بتدور على ايه؟ بدور على ماما. ماما لسه ما جتش. انت مش قلت انها جت؟ انت صدقتي؟ انا قلت كده مخصوص عشان عاوزك تخرجي من الاوضه. علشان ايه؟ عاوز اكلمك. اتفضل. بحبك. قديم. ابدا والله العظيم ده انا لسه واخدها من الترز النهارده. مش قصدي البدله، قصدي كلامك. الله يسامحك. طب ده انا بحبك حب اكتر من حب عنتر العبله. يعني بتخرجني من عند اختك علشان تقولي الكلام الفاضي ده؟ ده كلام مليان مش فاضي، وبكره بالليل هيبقى كلام رسمي. رسمي؟ ايوه. اصلا اتفقت مع ماما استنى لغايه عادي لما تتجوز، وهي اتجوزت الحمد لله ما بقالهاش حجه. بكره ان شاء الله انا وماما هنيجي نقابل مامتك وتبقي خطيبتي رسمي. ودي بقى اول تكه. وتاني تك. انت عارفه بقى. منى. اهلا وحيد، ازيك؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ولا حاجه يا ماما، مفيش حاجه. انا شايفاه بعينيا ماسك ايديك. كان بيقرا لي الكف. كان بيقرا الكف ولا كان بيبوس الكف؟ لا والله يا ماما، كان بيبوس ايدي علشان اتجوز. والله عالي، بقى الناس دلوقتي بتتجوز كده؟ امال كانوا زمان بيتجوزوا ازاي؟ زمان في عينك يا بنت، انت عايزه تكبريني ولا ايه؟ وحشتيني. Thank you.
حسن حسن نعم يا مبسوط يا ابني الجوابات والتلغرافات دي افرزهم خد اللي يخصنا معاك وادي لمحمد وزوجتك اللي يخص افرزهم وده وقته يا بابا امال ايه حاجه صعبه خالص ابعتهم للبصه تاني علشان تفرزهم لا افرزهم انا افرزهم منى ازيك يا اموره الحمد لله يا عمي عقبالك يا اموره قريب قوي يا بابا ان شاء الله انت مالك انت ولد حسن ما هو انا العريس يا بابا انت ايوه بذمتك مش عرفت انقي انت عرفت تنقي صحيح لكن هي ما عرفتش تنقي ايه ده ايه جار السوجر ده ايه اللي جابه في السطوح مش انت المفروض تروح تنقي لا 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 ده السوجر لازم يكون في حاجه مهمه انا هفتحه احسن لا مش تخليني محمد احسن فكره برضه هو محمد فاضي لا 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 عريس بك يا مولى في ايه يا حسن جبل عتاء بابا 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 مين صورتيني تسمح دقيقة واحدة ايه ايه جواب اقرا مبروك يا محمد والله يبارك فيك عروسه اهلا اهلا بخير يا باشمهندس الله يبارك فيكم يا جماعه عقبالكم والله يا محمد الواحد مش عارف يبارك لك على ايه الترقيه ولا العروسه العروسه طبعا الترقيه في علم الغيب ازاي بقى هو جواب ما وصلكش ولا ايه جواب ايه جواب يا سيدي من الشركه فيه خبر ترقيتك واستلام عملك الجديد عمل جديد ايوه رئيس قسم الانشاءات بجبل عتاء جبل عتاء جبل عتاء لو تعرفي كام مهندس في الشركة كان بيجري ورا المركز ده لكن الحمد لله محمد هو اللي فاز بيه أصل العروسة وشها حلو عليه ومن امتى بقى الكلام ده إن شاء الله هتستلم الشغل يوم الخميس الجاي يعني لازم بالكتير تسافر يوم الأربعاء طب هعيش ازاي هناك وأنا مش عامل أي ترتيب ما تحملش هم حاجة أبدا فيلا جديدة مفروشة بالتكييف وعربية من الشركة تحت أمرك ما كنتش تعرف حاجة عن حكاية النقل دي يا محمد